على الإنسان أن يعلم واجب الوقت ويعمل به. فقد دخل يوسف السجن فلم يستسلم لهم ولا لحزن ولا كثرة فكر وحديث في الظلم الذي وقع عليه. دخلت السجن خلاص، الله يخرب بيتهم، ربنا ينتقم منهم، الله يشوف الظلم المجرمين، تفضل ليل ونهار تعمل كده؟ طب وبعدين الولولة دي هتضيع عليك واجبات كثيرة. شفت احنا عملنا معهم ايه وهم بيعملوا معنا ايه؟ لا، انت دعك من ذلك، انت ما بتعملش معاهم، انت بتعمل مع ربنا، فمش هتفرق بقى ظلموك. لا تنشغل بذلك، انشغل بواجب الوقت. واجب الوقت انشغل هو بالعبادة، إنما انشغل بالعبادة وهي الإحسان فيما بينه وبين الله عز وجل، وانشغل بحسن معاملة رفقائه في السجن والصدق والإماء والأمانة وعيادة المرضى والقيام بمواساتهم والتخفيف عنهم وتعبير مناماتهم وما أكثرها في السجون.